سلام الحبوبات الغاليات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين منين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا اليوم غنشارك معكم بعض التشندل اللي جاوا، السلعه اللي كاينه. اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا. غنوريكم دابا الموديلات هكا، غير هكا البنات، ما في اللي يلبس البرد البرد. اليوم درت لكم الفيديو بالبينوار، عرفتوا راه شي برد، ما نقول لكمش. ما عنديش الكاليفاسيون في الدار، كاين غير هادوك ديال الضو هكا ديرهم، ما كيسخنوش. يلا كيسخنوا على البلاصه فين كاينه، وانتيا هادشي اللي كاين. صافي لا اله الا الله، وصافي عرفتوا راه البرد اللي كاين ما نقول لكمش. عرفتي البرد قاصح قاصح بزاف، هذا مكان الله يلطف وصافي. المهم البنات، غادي نبدا معاكم باش تشوفوا التشندل اللي كاينين. نتمنى تكونوا كتسمعوني، مع غادي نبعد شويه، نتمنى تسمعوني. المهم غنبداو بالموديل الاول. صراحه شحال زوين هادو البنات ديال تركيا، السلعه ديال تركيا اللي غنوريكم. كاينين التشندل ثلاثه البياسات بحال هادي، ثلاثه البياسات انا غنوريكم. هانتوما نوريكم بالحاجه بالحاجه، واخا غادي نحلو وغادي نكون عارفين في شويه الخدمه الحق معليش. هذا هاد الشندل، هادي سروال ديال هاد الجين كيف كتشوفوا، وجا فيه الجويبات وطويله البنات. والتوب صراحه التوب ديال السروال رقيق ماشي غليظ، بحق تقدر تلبسي معاه هكا. هاد الشندل ضروري تلبسي معاه الكبوط الفوقاني، حتى هو ماشي غليظ بزاف بالحق، يتلبس دابا ماشي في الصيف، تلبس دابا وتلبسي معاه هذوك التشالكوات هكا اللي تيكونوا بالكابوتشا ولا الكبوط ضروري. والسروال هكا جا مريح جدا كيف كتشوفوا، وجا هكا عادي من التحت، كتجي في اللبسه فن. هادي الا شفتو عفوا، الا شفتو العريضه كي كتبان لبسه واعره ملبوسه، يعني شي حاجه زوينه. انا كنقول لكم دابا بان الثوب ماشي غليظ رقيق، المهم باش تكونوا على علم وصافي، ولكن شي حاجه زوينه، شي حاجه توب توب، يعني شي حاجه رائعه جدا. وهاديك الساعه اللي بغات شي حاجه، الثوب ديال هذا ماشي رقيق وماشي غليظ بزاف، ولكن راهم ديال دابا هادو، هاد الموديلات راهم مخرجينهم دابا. انتم الكم عندها ديال الجين، كم هكا بحال السروال، جات جا لكم بحال السروال، وجات هكا طويله بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا تشندل طوال. واللي اللي نبغي نقول لكم بالنسبه للاخوات اللي كنقول لكم عطيوني العبار من الباط الباط، ها نتوما غتشدوا السنتيم غتحطوه من تحت هنايا، هذا هو الباط الباط، غتحطوه تحت هاد الخياطه فين كاينه ياك، وغتجيبوها حتى لهاد الخياطه لهنا، يعني من الباط الباط من هنا حتى لهنا، هذا هو العبار. هادو راه لي طاي كبار بزاف، الاخوات كيطلبوا ليا طايات كبار. هادي راه تبارك الله كبيره كيف كتشوفوا، فيها الكول بحال هكا، وفيها السلسله كتهود من التحت، وجات هكا طويله شفتوا الشكل ديالها. المهم هادي غنقدر نلبسها لكم غير هكا من فوق البينوار، حيت هادي ماشي الطاي ديالي، هادي طاي كبيره، واختكم راه سنافير وخا هكاك غادي مع القب غتجي غليظه بزاف. المهم انا نقيسها نديرها غير فوق هذا نوريك. هانتوما البنات راه فوق البينوار، تخيلوا شوفوا كي كنبان، هذا كنبان بحال هذاك ما عرفتش كيقولوا ليه. المهم راه طويله كتجي حتى لتحت هكا كما تبان لكم، كتجي طويله بزاف هذه بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا. راه سخيخنه واخا هكاك سخونه كيف قلت لكم اخواتي. هذه راه فيها ثلاثه البياسات، كيجي هاد التريكو طويل هذا كيتلبس لتحت وطويل حتى لتحت، هذا ماشي كيجي مقزبين، باش الا بغيتي تحلي السلسله كيبقى هذاك طويل، هذا مكان. المهم هذه بالنسبه للتشندل الاولى اللي وريتكم الموديل الاول. هانتوما دابا غادي ندوزو الموديل الثاني، غادي نحلو معا هادو. هادي حتى هي واعره البنات، هادي التوب ديالها غليظ شويه. هانتوما السروال كيجي فيه واحد، كتجي فيه واحد السينتا هكا، وكيجيو من دوك اللي تيكون السروال عادي، وانتوما راه كيتيراو
كيف تنقول لكم بالنسبه للاخوات اللي كيخافوا من هذوك ديال الكريب، هذوك ديال الكريب اللي تيجي فيهم شويه المشاكل معهم كريب ما كيتجبدوش. بالنسبه كاين اللي تتكون عندها تيكون عندها الكتاف وما تيكونش عندها الكتاف وتيكون عندها يعني الوزن زايد، كتلقى مشكل عاوتاني من السروال لتحت لحقاش هنا كيجيها ولتحت ما كيجيهاش. بحق بحال هادو اللي كيتجبدوا ما تخافوش منهم يعني كيجيو. اما ديال اللي تيكونوا الشاندال ديال الكريب، راه كاينين الشاندال كريب، هادوك كتلقاو مشكل في السروال اذا كان عندكم الوزن زايد كتلقاو المشكل في السروال. هادو لا هانتوما وشوفوا من التحت كي داير باش نوريكم. دابا غادي نشوفوا التريكو ديال هذا بالنسبه للسروال. غادي نشوفوا هذه فيها غير جوج بياسات بحق طويل. هذه بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الشندال طوال حتى لتحت. هانتوما هذه راه ماشي طويل، هذه راه جلابه. هانتوما شوفوا كي دايره بعدا، فيها القب مذوبل هكا وجات بهذا الشكل هذا، وفيها الجويبات باش تشوفوا فيها الجويبات. انا بحال لابساها فيها الجيوب، انا كتحمقني الشندل ولا السوداديرات يكونوا فيهم الجياب، كيعجبوني هكا كنكون مرتاحه. كتكوني غادا هكا وتبغي ديري يدك هكا تسخني يدك. شوفوا هانتوما راها طويله هذه البنات، كتجي شفتوا كي كتجي هانتوما كيجيو حتى لتحت وفيها افتحات في الجناب. هذه كتجي طويله بزاف بالنسبه انا، بالنسبه ليا راه جاتني حد المرفق بالنسبه حتى انا قصيره، واللي طويله راه تجي خاطفه شويه على المرفق، غتجي خاطفه شويه صافي. وفيها السلسله هانتوما الموديل وكميمات هكا فيهم هاد العيبه هكا، وفي الظهر عادي سامبل صافي. هذا مكان السلسله راه مهودة لتحت شفتو. هادي بالنسبة لهاد الموديل، هادو تما كيجيو زوينين في اللبسة. دابا غادي ندوزو الموديل لاخر. شوفو ليا الكرونة، أنا كنحماق على هاد اللون كيجي واعر هذا. أنا غنوري ليكم تا هو هانتوما ها السروال. هادي شمنطاي، هادي طاي 50 هانتوما شفتو، يعني كيتجبد وعادي جا السروال عادي من هنا هانتوما. هادي ما فيهاش السروال، ما فيهش جياب، يعني السروال عادي. وهذا الفوقاني ديالو انا غنوريكم هانتوما، هادو تا هما شكلهم رائع جدا. شوفوا كي كيجيو فيهم بحال هنايا، فيهم بحال الجيب كيجي بحال الجويبات، ولكن هادو غير جايين هكا عاطين منظر وصافي. فيهم هاد اللعيبات بحال ديك الماركه اللي على بالكم، ولكن ماشي هذيك الماركه، فيها الخطوط هكا وجاي الخط هكا جاي حتى الكتف حتى لكم من الاخر. شفتوا الشكل ديالها والقب من طبيعه الحال فيها القب، وجات طويله. وهانتوما دايره طاي 50، طاي 50 هذه كبيره بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا طايات كبار هانتوما. وهذا موده حتى لتحت صافي. هذا هو الشكل ديالها، هذه ما فيها لا افتحات لا والو في التحت، جات عاديه هانتوما بحال الا لابساه. شتو اللون كي تيجي، تيجي واعر بصراحه، تيجي زوين اللون. ودابا غادي ندوزو الموديل الاخر. هاد الموديل تا هما كيجيو رائعين جدا، كيجيو زوينين هانتوما. القب فيهم، هادي فيها القب ستيل، خاصكم تشوفوهم من البوتين كيجيو رائعين وانت هكر كيبانو. جاو الكم جا فيه هاد الديكور هذا، وجا فيه هادي مجموع، وجا بحال هكا. وهادي راه تاهي طايه كبيره شفتو كي كيجي، كيجي فيه هاد اللعيبه من هنايا هانتوما. كيجي فيه الجويبات هكا، كتجي لبسه بحال هكا، هادي تاهي كتجي لبسه
هلكا كيف كتشوفوا كتجي لبسه واعره. والثوب ديالهم راه زوين، ماشي من داك الثوب اللي كيتحبب، الثوب شي حاجه زوينه. هذا التريكو ديالو لتحت، هادو كيجيو 3 بياس، هاد التريكو كيجي لتحت شفتو وطويل، هاد التريكوات اللي دايرينو معاهم كاملين طوال. وهاد الديبوخو اللي كاين هنا تيكون موالم يعني في اللون ديال الشندر، وكيجيو نصكم. هادو واخا كيجيو هكا راه ديال هاد الوقيته ماشي ديال الصيف، يعني جايبينهم هاد الموديل ديال دابا ديال هاد الوقيته اللي حنا فيها دابا. غادي نشوفو السروال ديالها هانتوما، هادي كيف قلت لكم تاهي، هادي تاهي طايه 50 هانتوما، تبارك الله كيتيره وراه ما تخافوش منهم. السروال عادي، السروال عادي ما فيه لا حتى شي حاجه. ايوا دابا غادي نشوفو الموديل الاخر، دابا غنشوف هذا. هذا واخيلا بحال الموديل اللي دوزت، ولكن نشوفوه ماشي مشكل نخلوه ونسقيو عويناتنا كيف تيقولو. هانتوما كيجي بالكرطونه ديالو هكا باش ما كيجيش، واخا تابعني التماره معليش. شوفوا لي هذا، هادو تا هما كيجيو طوب في اللبسه، كيجيو واعرين. شوفوا لي كي دايرين مع فيهم الكرونه والباج، جا رائع جدا. فيه بحال هكا هاد ثلاثه الخطيطات، وفيه القب، فيه القب. هانتوما الشكل ديالو، هادو تا هادي تا هي طايه كبيره، نشوفش من طي هادي، طيا 46، هادي طيا 46. شوف هانتوما شفتو كي كيجيو، خاصكم تشوفوهم. هادو تا هما يا لابساهم المانكا، هادو واخا حيت كاينين البنات اللي كيقولوا لي زكا ولدي، زكا عفوا ولدي، زكا زكريا، كاينين البنات اللي تيقولوا لي لبسي. دابا هادي كبيره واخا لبسها ما غاتجيكمش هي هادي، خاصني نلبس شي حاجه اللي تكون تجي قدي وعاد تبان. وهانتوما بحال لابساها، هانتوما راه نبان لكم بحال لابساها. جات هكا ولتحت جات عندها هاد الزواقه، جات طويله. هادو بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو، اللي كيبغوا تشندل طوال، هادي راه ما نقول لكمش راه فاتت الطول ديك الجي. وتا هي فيها الجويبات، شوفوا فين درتها انا، هادي تا هي فيها الجياب بجوج جهات. المهم هذا هو الموديل، هذا هو الموديل اللي شفتو. والقب جا بحال هكا، جا طالع هنايا شويه الكول. ودابا غادي نوريكم جمعها، حتى هي جمعها التريكو لتحت، هانتوما حتى هو طويل في الكرونه بحال بالنسبه اللي كتبغي يعني تخلي السلسله محلوله. كيبان هذا طويل وعريض، ماشي من دوك اللي كيكونوا لاصقين، يعني كيكون كيجي زوين حتى هو. والسروع تي الباج والكرونة، البلون كاسي ولا الكرونة، جا رائع جدا. معنا لابسة تانا الكرونة هانتوما شفتو، وعادي السروال عادي. دابا نحيدو هادي هاكا ولدي، حطها ديك هاتا طويها ديها. ودابا غادي نشوفو، غادي نشوفو الكحلة تا هي واعره 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 واعره، شي حاجه رائعه هانتوما. هذه حتى هي فيها القب، القب كيكون مدوبل، والستيل ديالها رائع جدا. هذه هذه الموديل بحال ديك اللي شفنا الاخرى، ما عرفتش من لون دوزناه. هذا الموديل في الكحل، هادو حتى هما كيجيو واعرين في اللبسه، كيجيو فنين. كثر هي لبستيها يعني على قدك هانتوما، بحال من اللبسه كتجي واعره هانتوما. شفتو فيها افتيحات في الجناب هاد الموديل. هذا هادو جوج البياسات، والسروال راه قلت لكم بحال الموديل الاخر، كيجي فيه واحد الخطيط من الجناب في البيض هانتوما، وكيجي عادي السروال وفيه هاد الخط من هنا هكا. زكريا ولدي دي هذه. وهادو
هذا كبوط، راه وريتكم الفيديو ديال الكبابط، راني وريته لكم. انا نشارك معكم هذا الكبوط ديال واحد الكليانه غندير ليها ونشارك معكم علاش لا. هادو كاشمير ولا اش كيقولوا ليه، فنين هاد الكبيبطات حتى هما، كيجيو بالحزيل، كيجيو هكا بالحزيل وكيجيو واعرين سخان سخان، وفيهم هاد الشبيشيبه هكا وشي حاجه رائعه. هادو البنات هادو ديال تركيا، هاد السلعه اللي كنوريكم سلعه ديال تركيا باش تعرفوا، وصافي هادشي اللي كاين. المهم البنات كان هذا هو، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، ما عليك غير تواصلي معايا في الواتساب، ولا ما بغيتيش تدخلي الواتساب دخلي الانستغرام ديالي ومرحبا بك، هذا مكان. و المهم هذيك السعر غادي نقول لك الاثمنه ديال كل حاجه، كل حاجه والثمن ديالها، ما يمكنش غادي نبقى يعني انت تقول لي في التعاليق شحال وانا نقول لك شحال، تقول لي نقصي وانا نقول لك هذاك هو الثمن، يعني دخلي نتفاوضوا، وهذيك الساعه تقدر تكون واحد المفاوضه، علاش لا، علاش تحرمي راسك دخلي ونتفاهموا، ما فاهم ماشي التعاليق شحال قدي نبقى نكتب ونرد عليك. انا كنخلي اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في التليفون ونقول لها الثمن مرحبا والف مرحبا، هذا مكان وصافي. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.